السلام عليكم. بزاف ديال الاصدقاء شي يسولوني خويا حماده، انت تبارك الله عندك تجربه كبيره وتعتبر من احد الافضل في المغرب، يعني انت عندك تبارك الله معلومات تجربه مع بزاف ديال الناس. اون بليس دو سان انت اللي دخلتي بزاف ديال الحوايج المغرب لخوتك المغاربه، الله يسخر الامور. بالنسبه لك يسولوني على الكلاب، واش كاين شي كلب احسن من كلب؟ واش كاين هذا احسن من هذا؟ وعلاش ملي كنبغيو نمشيو ناخذوا شي كلب ديال الحراسه يقول لنا هذا بثمن وهذا بثمن؟ مزيان، انا ما غنهضرش على الكلابات الصغار لي مينياتير، هذوك الكلاب تيبقاو ديال الزواق عندهم ماليهم، اوكي؟ هذوك الثمن ديالهم غالي لانهم قلال، كل ما قلت الحاجه وتزاد العرض كتغلى، هذه حاجه طبيعيه ماشي غير في الكلاب، حتى في السلعه وحتى في شحال من حاجه. واخا نهضروا على المالينوا، كاني كورسو، دوغو ارجنتينو، دوبرمان، واش كاين كلب احسن من كلب؟ نو، كاين كلب ذكى من كلب، كاينش احسن من كلب. الكلب اصلا هاد الكلاب الكبار داروا الحراسه، ما داروش شي حاجه اخرى، داروا انهم يحميو لك الفيرما ديالك او يحميو لك السطح ديالك او يحميوك انت او تخدم بهم عساس او لا انت محتاج هذاك الكلب كتمشي لشي غابه ولا كدوز من شي طريق محتاج كلب اللي ينبهك بالخطر البعيد، لان الكلب كتكون عنده الذكاء انه كيقدر يكتشف شي شخص بعيد مثلا على 700 800 حتى 1000 متر يعرف بان كاين الغاشي قريب او لا شي حيوان مفترس. المهم هذاك الكلب محتاجو للحمايه، اما تقول لي نزوق به الدار نو، خطر عليك على صحتك على وليداتك الامراض بزاف الامور، واش خالف شي الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. تيقول لك هذا الكلب غالي اخويا، لحقاش شارك في واحد المسابقه ديال هذه المسابقه، مسابقه ديال الجمال. من العيب انك تشري كلب شارك في مسابقه ديال الجمال، لان ذاك الكلب هو واحد الكلب كيدير التلواز ما خدامش لك، وانت خصك كلب اللي يحميك. اذا خصك تمشي عند ناس اللي عندهم كلاب ديال الحمايه، الناس اللي عندهم كلاب كيحميوهم. مثلا انت باغي تشري كلب كيخصك دي معاك واحد اللي يكون عارف، مثلا غتمشي عند رضوان سلام خبير مخو عامر شبعان كلاب، غيمشي لك عند شي واحد غادي يعرف لك هذا الكلب واش لاق لك ولا ما لاقش. كلب ديال التعواج واش تبغى تاخد خروف خدامش لك. تقدر تمشي ماشي عند شي واحد خونا خونا راه سميتو شكاح عاد قادومه، اما داك خونا اللي فرنسا راه نصاب نصاب، داك خونا اللي فرنسا مزور ديبلومات مو مدبر راسو حنا مسوقناش فيه. داك اللي تيقول لي انا دريسور، قال لي ناض ولا باغي يولي دريسور، سبحان الله العظيم. واحد تا هو كيقول لهم انا اول واحد دريسور في العالم، ان شاء الله يهدي مخلق.